استاذ مصطفى، انت مش شايف حضرتك ان النهايه اللي اخترتها عشان تنهي بيها قصتنا فيها دعوه للياس، وبصراحه فيها دعوه كده ان تبيع المراه نفسها من اجل شقة؟ والمفروض انه الفن لابد انه يعطي امل للمشاهد ويجعله يعني يقدر يحل مشاكل الحياه اللي بتواجهه ويتغلب عليها. ولا حضرتك شايف ان ازمه الاسكان دي تفشت وبقت فظيعه وخلت الانسان والشباب بالتحديد ما يبقاش عنده يعني اي حريه في الاختيار؟ هو الفيلم فيلم تراجيدي، ما هوش مثلا فيلم خفيف او بتاع، لا كان هدفنا ان احنا نقدم تراجيديا اجتماعيه نابعه من ازمه ما، فلا بد ان النهايه تبقى فيها شيء من المأساة او شيء من القسوه. يعني في مدارس بتقول لك ان الفن يبقى بيدي امل للانسان، زي مثلا ايه مذهب الواقعيه الاشتراكيه مثلا، انه لازم النهاية تبقى فيها أمل، في نهاية سعيدة، يعني اللي هي يعني أنا بقول عليها دي بتبقى عاملة زي المخدر أو المخدرات. إنما لما بنعالج المشكلة بشكل علمي أو بالضبط زي اللي بيشرح، فالمقدمات بتؤدي الى نتائج. طب حضرتك هنا عالجتها بشكل ايه؟ حضرتك قلت زي الواقعيه الاشتراكيه ممكن يدوا امل وكذا، يدوا امل. حضرتك هنا عالجتها باسلوب ايه يعني؟ انا قدمت الواقع من خلال احداث معينه لابد ان تنتهي هذه النهايه، فيها التحليل العميق للمشكله، فبلا شك بتصلي الى نتيجه سليمه. انا ما بقولش انا ما بقولش ان كل واحده تحصل لها اللي حصل لسميرة احمد في الفيلم انها تنتهي هذه النهايه، ولكن انا بقدم شخصيه معينه ليها مواصفات معينه وفي سن معين. يعني انا مش قادر اتصور ان واحده في سن البطله بتاعتنا انها لسه هتجاهد، لسه هتكافح، ما هياش شابة. نجلاء المفروض بتؤدي دور الزوجة الشابة اللي قدامها الحياة، رفضت الحياة وسابت الشقة ومشت وشتمت جوزها وعرته تماما وقدرت تنتقم حتى يعني معنويا لنفسها، ورفضت الحياة دي ومشت إن في أمل إن هذه الزوجه لو هذه الفتاه اللي في السن ده ممكن تكافح وممكن تعمل فيه. انما الزوجه دي اللي قعدت مع جوزها السن الطويل ده، العمر الطويل ده كله، وهل دي فيها نفس بعد حتى قضيه الشقه استهلكتها تماما؟ يعني استهلكتها من جميع النواحي، حتى استهلكتها جسديا انها فقدت الجنين، استهلكتها عصبيا انها كانت هتقتله مره وخدت السكينه وكانت هتقتله في المطبخ، استهلكتها بشكل فظيع. فهل الشخصيه دي اللي مرسومه بالمواصفات دي، المواصفات الدراميه دي، هل ممكن في النهايه انها تبدا من جديد؟ في منتهى الصعوبه. فاحنا بنقدم نمط، بنقدم شخصيه معينه، الشخصيات اللي هم في الظروف دي وبالسن دي وبالسن الشخصيه اللي عندنا ممكن في النهايه انهم يصلوا الى النهاية. هو طبعا الفن اختيار، يعني حضرتك اخترت انك تقول ان ده ممكن يحصل، ولكن ممكن قوي كنت حضرتك اخترت نهايه تانية، ان قلت يا ست ياللي وصلت للسن ده وحصلت لك هذه المشكله برضه في امل، وحاولي. يعني ده نوع تاني من يعني تناول الفني في رايي، يعني انا ما اعرفش، ولكن حضرتك اخترت ان انت فعلا بتقدم. انا ما اخترتش، انا قلت ان انا عندي شخصيه بمواصفات معينه في ظل ظروف هلقت عليها الامل معينه ولا أمل. وبعدين الامل ده يتحقق عن طريق الدوله نفسها، عن طريق المجتمع اللي هي عايشه فيه. يعني ايه زي ما في مثل بلدي عندنا يقول لك ايه مغسل وضامن جنه، انا بقول لك انا ككاتب ما اناش مغسل وضامن جنه. انا بحط ايدي على المشكله، يا جماعه في مشكله هنا ممكن
تؤدي الى النتيجه الفلانيه. خدوا بالكم منها. ولذلك احنا حتى في النهايه احنا عاملين ايه الجرس والضوء الاحمر بتاع القطر، يعني ان احنا بنحذر بنقول اهو. ف وما بنعملش نهايه يعني محدده قوي، النهايه مفتوحه. ما هو جايز تنزل من العربيه بعد كده، صح، بعد ما الفيلم يخلص جايز تنزل جايز تنزل بعد ما نروح جايز تنزل من العربيه. بس احنا بنقول ان اللحظه اللي ركبت فيها العربيه دي في منتهى الخطوره. وخدوا بالكم، خدوا بالكم بقى، اتحركوا. ما انا كمان انا ايه، انا ورايا مشاكل اخرى لازم اعالجها. ايوه، فانا بقى مش هفضل ايه قاعد علشان ايه اشوف حل لمشكله الاسكان واشوف ايه بتاع. اما المهندسين والمخططين ودول ايه، الفنانين دول عندهم استشراف وعندهم حلول. الفنان يستشرف حاجات ممكن تحصل، صحيح ممكن تحصل، بس ما يعرفش ما يقولش الحل بتاعها.